اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير والمدير الفني السابق لنادي مصر المقاصه واحد اهم اللاعبين في جيل ذهبي رائع. الحقيقه كل اجيال النادي الاهلي ذهبيه، ولكن هذا الجيل كان جيل رائع. كابتن محمد عبد العظيم، ازيك يا كابتن محمد؟ اهلا يا كابتن اسلام، تشرف ومنور. الله يخليك، متشكرين جدا طبعا على الاستضافه طبعا، وانا مبسوط جدا ان انا موجود في البيت الكبير. طبعا بيتنا. طبعا بيتنا كبير طبعا، قناه النادي الاهلي يعني. طبعا كابتن محمد عبد العظيم، طريق طويل من الكفاح وبناء الذات في اوروبا، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن عظيم. يعني تاريخ كبير جدا في اوروبا ومع النادي الاهلي وفي اوروبا، وحتى لما رجعت اعتقد دي كانت المره الاولى اللي حضرتك تمسك فيها مصر المقاصه. في مصر يعني. في البدايه بس يا كابتن اسلام، انا احب برضو اشكر فريق الاعداد على المقدمة الجميلة دي بصراحة، اللي فكرتني ورجعتني ذكريات جميلة قبل كده. طبعا طبعا دي تاني مرة اشتغل فيها في مصر، اول مرة او تالت مرة كمان. اول مرة اشتغلت مع النادي الاهلي في الشباب والناشئين، في قطاع الناشئين يعني، وعملنا شغل كويس جدا مع فريق الشباب والناشئين. بعد كده اشتغلت مدرب عام مع النادي الاهلي الفريق الاول، ودي المرة الثالثة اللي اشتغل فيها. الاول مرة مدير فني. اول مرة مدير فني في مصر. انما طبعا بفضل الله عليا يعني دايما شغل كله مدير فني في كل حتة اشتغلت فيها، كان خارج مصر. انما طبعا اشتغلت مدرب عام فقط بس عشان خاطر النادي الاهلي. طبعا. انما انا بحب طبعا الابداع واحب شغل كويس، ودايما بحب يعني اطلع شغلي كرجل اول، يبقى برضه بتقدر تبدع اكتر، بتقدر يبقى عندك مساحة اكتر، فكرك وفلسفتك بتقدر تنفذها على الواقع اكتر. انما لما النادي الاهلي جابني كمدرب عام ما قدرتش اقول طبعا لا. طبعا كابتن عظيم، برضو فتره طويله في اوروبا عشان نعلم الشباب الصغير ازاي محمد عبد العظيم وصل لكل هذه الانديه وكل هذه النجاحات اللي اتحققت في اوروبا. لا هو طبعا يعني انا عايز ابدا من امبارح بس يعني. فضل. مش عايز قبل كده، انا عايز اتكلم على يعني شفنا كذا لاعب في البطوله الاوروبيه، شفنا منهم لاعب الايطالي 37 سنه كليني 37 سنه، ده بدا مع الفريق الاولمبي، خد بطوله الاولمبياد سنه 2002 او 2003 حاجه زي كده مع فرقته، لعب في اليوفنتوس بطولات كتيره جدا. النهارده 37 سنه بيأدي من اول دقيقه في البطوله لغايه اخر دقيقه امبارح. عارف اللعبه اللي بالمناسبه، انا اسف ان انا هقطعك، بس اللعبه اللي كسبت ايطاليا ايه؟ اللي هو عدى منه ومسكه. طبعا كليني لما مسكه. طبعا دي في اخر 17 اخر 3 دقايق. في الدقيقه دي طبعا خبره. بالظبط. رونالدو 36 37 سنه 35 36 سنه النهارده بيدي. انا عايز اقول بس فضل. ان هم الرساله الاثنين للادارات، الادارات الكرويه يعني اللي موجوده في مصر، اول حاجه يعني ما تحاولش تحدد عمر اللاعب. طول ما اللاعب بيدي اديله عقود، لاعبه اديله، هيديك اكتر لان بيكون عنده خبره زائد طبعا. الناحيه البدنيه بتاعته كويسه هيفيدك اكتر. بالنسبه للاعب برضو شفنا رونالدو، شفنا كليني، شفنا ميسي لغايه دلوقتي. ميسي دلوقتي ميسي برضو لغايه دلوقتي واخد احسن لاعب في امريكا الجنوبيه وهداف واحسن اسيست، يعني حاجات ارقام كتير جدا عند ميسي وهو دلوقتي 34 او 35 سنه حاجه زي كده. عايز اقول للاعب المصري اهتم كويس جدا بصحتك، بنومك، بحياتك، هتلعب اكتر. بالنسبه طبعا للاعبين الشباب الصغيرين، اول حاجه دايما انا بتعلمها مهمه جدا، بنعلمها طبعا للشباب الصغير وبنعلمها لكل الناس، نام كويس وكل كويس. هتفرق كتير جدا، واسمع كلام المدرب وابدع. فالحاجات دي كلها طبعا هتفرق معاه في المستقبل. كابتن امبارح، خليني اروح برضو لامبارح وهو مباراه الاهلي والمقصه، شفت هذه المباراه ازاي وحضرتك كنت يعني ماسك فريق مصر المقصه ودلوقتي الكابتن محمد عبد الجليل هو اللي متواجد، شفت هذه المباراه ازاي في ظل ان المقصه كان متقدم ثم تعادل النادي الاهلي ثم فاز النادي الاهلي بربعيه؟ في البدايه برضو يا كابتن اسلام بعد اذنك يعني خليني طبعا احيي طبعا مجلس اداره نادي المقصه والجهاز الفني اللي متواجد حاليا، لان اشتغلت معاهم حوالي 3 شهور، والثلاث شهور دول قدرنا ان احنا يعني نحقق الهدف اللي كان مطلوب او المرجو. بشكرهم كلهم طبعا. طبعا بشكر اللاعبين والجهاز الفني والاداري وكل الناس اللي اشتغلوا معايا. نرجع لمباراه امبارح، انا شايف ان كانت مباراه كويسه جدا. اللاعبين كابتن محمد عبد الجليل طبعا صديق عزيز وزميل طبعا في النادي الاهلي قبل ما سافر ومنتخب،
ولغايه دلوقتي تربطني بيها علاقه كويسه جدا. طبعا كابتن عبد الجليل عمل مباراه كويسه في الشوط الاولاني، الشوط الثاني طبعا يعني خبرات النادي الاهلي قدرت هي اللي تحسم الامور. أيوة. زي ما احنا شايفين طبعا كان في تقدم 1-0 لنادي المقصه، وبعد كده الاهلي قدر ان هو يعني يفك الطلاسم دي، وبعد كده محمد شريف برضو ما شاء الله عليه في بعض الاهداف انا شايف ان هي برضو يعني كان فيها برضو شك شويه، يعني برضو في 2-3 تسلل حاجه زي كده دول كانوا ممكن يتحسبوا برضو. انما اللي انا شايفه ان النادي الاهلي كان بيلعب كوره جماعيه، خصوصا الشوط الثاني بيلعب بجراه بيلعب بسرعه، وخصوصا في الثلث الاخير. ايوه طبعا النادي المقصه يعني نقول له هارد لك، وان شاء الله في الفتره اللي جايه اكيد يعني انا شايف انها برضو صعبه بالنسبه للنادي مصر المقصه، مش في دوري السنه دي يعني انا بتكلم بصفه عامه يعني. انما انا طبعا مجلس الاداره والناس القائمين على نادي مصر المقصه انا متاكد ان هم يقدروا ان شاء الله يعني يحلوا الازمات دي بسرعه، لانهم اهلا لذلك. وعلى فكره كمان هم عندهم خبرات كويسه جدا، والناس بتتعامل مع الناس كلها باحترام، فان شاء الله ربنا طبعا يكرمهم في الفتره القادمه. بعد مباراه الزمالك وهزيمه مصر المقاصه بهدف مقابل شيء، اعتقد ان دي كانت اللحظه الفارقه في استقاله كابتن محمد. لا خالص خالص انا كنت متفق طبعا مع الكابتن وليد هويدي اللي هو حاليا يعتبر نائب الرئيس وزائد ان هو مدير الكوره. ايوه. فطبعا كنا متفقين ان بعد المباراه ان هي تكون اخر يعني مباراه ليا بغض النظر عن النتيجه خالص، لان احنا يعني حتى لو كان المقاصه كسب لان كانت الظروف الماليه صعبه جدا، هو طبعا عارفين الكلام ده كله. النادي في مصر مقصه يعني عندهم مشاكل ماليه كبيره جدا، ليهم طبعا لهم فلوس خارجيه كتير جدا بيحاولوا يلموها في الفتره دي، انما للاسف في حاجات معطلهم شويه عاملهم اعاقه شويه كده يعني في الناحيه الماليه. فيعني انا شفت ان احنا خلاص قدرنا حطينا او الهدف بتاعنا قدرنا نحققه ان هو التواجد طبعا في الدوري والحاجات دي كلها، فقلت خلاص يعني ان شاء الله في الفتره اللي جايه نبدا نعمل شغل كويس في اي مكان تاني يعني. هل من الممكن ان احنا نشوف كابتن عظيمه خلال الفتره اللي جايه في اي نادي هنا في مصر وبره مصر؟ بتفكر في ايه؟ والله في كده قدامي كده وفي كده، فانا طبعا الافضل ان شاء الله رب العالمين يعني نستخير ربنا كده ونشوف الفرقه اللي هي فعلا هتقدر تحقق لي طموحاتي ان شاء الله نكون موجودين فيها. في جات لي عروض طبعا داخليه وعروض خارجيه يعني، فان شاء الله الانسب بدرسها في الفتره اللي جايه دي، والانسب ان شاء الله نكون متواجدين معاهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن عظيمه خلينا نروح بقى للنهائي الافريقي. وهذه المباراه الهامه جدا اللي بيحاول البعض ان هو يقلل من اهميه هذه المباراه، او مش من اهميه المباراه انا اسف، من اهميه الفريق اللي بيلعب قدامك. المباراه مهمه جدا، ولازم نبقى عارف النادي الاهلي ان دي مباراه العشره ان شاء الله رب العالمين، البطوله العشره للنادي الاهلي. بالنسبه طبعا لفرقه كازر تشيف فريق كويس، هو نعم الثامن في الدوري دلوقتي، انما هو مركز كل تركيزه كله في بطوله افريقيا، انها تعتبر مباراه تاريخيه ليه. جايبين بكاستر بقاله تقريبا شهر او شهر ونص معاهم، ده مدرب كويس جدا كان ماسك فرقه منتخب جنوب افريقيا اللي كسبونا وطلعونا في دور ال 16 هنا، كسب مصر. فهو ممكن يكون جاي متفائل شويه. انا هقول لحضرتك على حاجه، الماتش بتاع يوم السبت ان شاء الله هتلاقيه هو نفس الماتش بتاع امبارح، ايطاليا وانجلترا. المدرسه الانجليزيه هتلاقيها متواجده في كازر تشيف لعب نفس الشغل بتاع اللي عملته انجلترا ضد ايطاليا امبارح، عملته ضد الوداد. وفعلا قدروا ان هم يكسبوا 1-0 عن طريق كونتر اتاك بتاع نوركوفيتش تقريبا، وبعدين 90 دقيقه بداوا يقفوا قدام الجون، يقفوا صح حيطه حيطتين او ثلاثه خطوط 5-4-1 سوري 3-5-2، وفي حاله اللي بتكون الكره في نص ملعبهم بيلعبوا 5-4-1. فدي طبعا بتبقى زي ما حضرتك قلت وتفضلت بقوا حيطتين، فصعب جدا. المطلوب بقى من النادي الاهلي الاستحواذ الكويس، استغلال الفرص، الصبر مهم جدا، والهدوء، ونخلي بالنا، والتامين الدفاعي لمده 90 دقيقه او طول المباراه، لان هم عندهم بيعملوا الكونتر اتاك كويس جدا جدا عن طريق لاعب اسمه كاسترو، لعيب كويس جدا احسن واحد من احسن الناس اللي احسن اللي موجوده فيهم. طبعا عندهم حارس مرمى كويس، عندهم اثنين في القلب مدافعين كويسين كادوزو ومدافع تمام اقوياء، يعني فرقه كويسه، فرقه مش سهله جدا، مش سهله خالص. انما النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين بالخبرات والروح اللي موجوده عند النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، وطبعا انا شايف ان
موسيماني مهم جدا جدا طبعا ان هو متواجد في المباراه دي. ليه؟ كمن جنوب افريقيا يعني حافظ الفرقه كويس جدا. وانا كان سؤالي اللي جاي، هل هتفرق وجود موسيماني؟ طبعا دارسهم وعارفهم وحافظ الكوره بتاعتهم وحافظ لعيبتهم كويس جدا، فده طبعا هيسهل كتير جدا بالنسبه، طبعا المعلومات دي هتسهل كتير جدا بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. عارف مزاياهم بيلعبوا ازاي والكلام ده كله، عارف عيوبهم الحاجات دي كلها. انما في اخر شهر شهر ونص مع بيكاستر بيلعبوا هم الناحيه الدفاعيه عندهم كتله واحده، زي مباراه شفت امبارح انت، جابوا جون انجلترا، جابوا جون عن طريق شو وبعد كده وقفوا. بس طبعا دي حاجه مهمه جدا، طبعا انا شايف ان هي تكون حاجه بوزيتيف او حاجه ايجابيه للنادي الاهلي، ان النادي الاهلي هيقوم بالفعل وهم يقوموا برد الفعل. امبارح انجلترا قامت لعبت 90 دقيقه برد فعل، مفيش فعل خالص. اللي كان بيقوم الفعل ايطاليا، وراحوا بفرص كتير جدا وكانوا ممكن يكسبوا المباراه بغض النظر عن ضربات ضربات الجزاء. فان شاء الله رب العالمين النادي الاهلي متفائلين ان هو يرجع لنا بالبطوله العاشره ان شاء الله. هل معنى ان الفريق بيلعب بشكل دفاعي ان هو فريق قليل؟ لا لا خالص. ما هو دلوقتي ايه الخطه؟ يعني باختصار كده ايه الخطه؟ اللي تلعب بيه اكسب بيه. يعني على حسب امكانيات اللعيبه اللي عندك. حسب ما انا بقول لحضرتك في كلمتين، اللي تلعب بيه اللي تكسب بيه العب بيه، سواء اللي تكسب بيه العب بيه. يعني انت في فرقه امكانياتك انا عايز اكسب، ازاي بقى هدافع كويس واعمل كونتر اتاك، هلعب طويل، مهم جدا ان انا اكسب المباراه ازاي. طيب احنا دلوقتي عندنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي فرقه من الفرق الكبيره في افريقيا. عندهم فلسفتهم ان هم بيجيبوا دايما اهداف عن طريق الكره، الهجمات المنظمه. يعني في فرق كده بيبدا من ورا لقدام، من ورا لقدام وقت منظمه، بيروح على ال 18 عرضيات بدبل باص، بيخش بيجيب جوان. في فرقه ثانيه بتعمل بلوك، الفلسفه بتاعتها ان هي دفاعي اكتر، زي اتلتيكو مدريد. أيوة. خدوا بطوله الكاس الاوروبيه وهم بيلعب طريقه دفاعيه بحته. البرتغال اتلتيكو مدريد دوري في الدوري الفرنسي، الدوري الاسباني. يعني وصلوا مش لا مش المره دي، وصلوا قبل كده. انا بتكلم كمان على البرتغال في دوري الابطال في كاس الامم. البرتغال عنده مين؟ لا ما عندوش الناس اللي هي تبنيته من تحت، والناس اللي صانع العرب يوديك وقف صح. عنده رونالدو بيروح عنده، يعني شفنا رونالدو عمل تقريبا حوالي 70 80 متر في حوالي 6 ثواني او 7 ثواني في جول جاب. كمان مش البطوله دي، انا ما بتكلمش في البطوله، البطوله دي البطوله السابقه. ما دي الفلسفه، احنا بنتكلم بقى دلوقتي على الفلسفه. صح. الفلسفه العامه بتاعت ايطاليا ازاي تدافع كويس، تدافع كويس تكسب. ايوه يعني في فلسفه كده بتقول لك دافع كويس تكسب بطوله، تهاجم كويس تكسب مباراه. فدي فلسفه برضو من الفلسفات الاوروبيه اللي موجوده. ايطاليا بتدافع كويس طول عمرها فلسفتها ومدرستها الدفاعيه. واخدين كاس، كام كاس عالم؟ 3 كاس عالم بهذه الطريقه، بهذه الطريقه. واخدين 2 اوروبا بهذه الطريقه. يوفنتوس نفس الكلام، يوفنتوس بيلعب اليوفنتوس مع انه فرقه كبيره والكلام ده كله، بيلعب مثلا برشلونه، بيلعب ريال مدريد، بيعمل نفس الكلام الشغل بتاعه، بيوصل بيجيب جون وبيكسب. فدي برضه نوع من انواع الخططيه. نختلف بقى هنا، النادي الاهلي، برشلونه، الفرقه دي كلها بتبدا تلعب من تحت، هجمات منظمه، بتوصل كتير على الجول. فيعني هو ده الفرق. اذا مش معنى ان انا بلعب بشكل مقفل على نفسي كويس ان انا فريق وحش. لا بالعكس، انت كويس جدا لانه واقف صح. ما هو كسب الوداد، الفريق الوداد انا شفت الماتش كانوا مستعجلين شويه، راحوا اي نعم وصلوا، انما التانيين كانوا مقفلين كويس. كازر تشيفز مقفلين كويس جدا، الوداد هي. راحوا بس ما عرفوش يجيبوا. لعبوا هناك برضه، هناك في جنوب افريقيا كانوا التانيين محتاجين بس ان هم يتعادلوا، وفعلا ان هم قدروا يحققوا الهدف بتاعهم وتعادلوا ووصلوا النهائي. مباراه مش سهله، مباراه صعبه، انما انا شايف النادي الاهلي اهلا ليها ان شاء الله. مباراه صعبه ومباراه مهمه وكل حاجه، ولكن ازاي نقدر نشيل الضغط اللي على لعيبه النادي الاهلي؟ ما هو في نفس الوقت الناس تقول لك ايه، من امبارح الحقيقه هناك بعض الحملات اللي ماشيه في اتجاه، يعني يمكن حضرتك كمان بتقول لي ان في بعض الحاجات اللي حضرتك قريتها تخص طمأنت لعيبه النادي الاهلي، وان يا جماعه ده فريق كايزر تشيفز، ده مش عارف فريق ايه وفريق ايه وكذا وكذا وكذا، ولكن يظل في النهايه انه هو وصل لنهائي افريقيا وله باع كبير، المدير الفني حتى له باع كبير في الكره الافريقيه. وبالتالي احنا ننتظر مباراه صعبه جدا، ومباراه من اهم المباريات في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ كايزر تشيفز برضه يا كابتن عظيم. طبعا هو في طبعا في يعني في ناس بتحاول تقلل زي ما حضرتك قلت كده من اهميه الفرقه اللي احنا هنلعبها كايزر تشيف،
بيقولوا دايما هو تامن الدوري، يعني غير المدرب، ما عندهمش الخبرات. لا بالعكس، ده هو دلوقتي وجاي يعمل تاريخ لنفسه، مش خسران حاجه، يعني جاي يعمل تاريخ لنفسه. لو اتغلب هيقول لك ايه؟ هيقول لك احنا اتغلبنا من النادي الاهلي، النادي الاهلي العظيم الكبير زي ما قالوا على فكره النهارده. احنا برضو عندنا حاجات ايجابيه لازم نكون عارفينها، ان احنا رايحين نلعب طبعا في المغرب، المغرب دي لعبنا على ملعبها اكتر من مره، طبعا اكيد الجماهير المغربيه هتسندنا، طبعا الاجواء العربيه اللي موجوده، الحاجات دي كلها تفرق كتير جدا معانا. انا شايف برضو ان الموسيماني طبعا اكيد بيهيئ فرقته من الناحيه النفسيه كويس جدا، من اهميه باهميه المباراه. ما انا كنت لسه اسالك ايه المطلوب من موسيماني بقى في مثل هذا التوقيت، ان انا رايح العب فريق البعض بيحاول ان يشكك في شكل الفريق اللي وصل لنهائي دوري الابطال، وفي نفس الوقت انا راجل من جنوب افريقيا، وفي نفس الوقت انا عايز فرقتي تكسب. لا هو طبعا كذا حاجه، اول حاجه ان هو من جنوب افريقيا وعايز فرقته تكسب، هو بيحاول بقدر الامكان يعمل تاريخ لنفسه، بحيث ان هو مستقبلا ممكن يمسك برضه منتخب جنوب افريقيا، ليه لا؟ يعني هو بيعمل تاريخ. وبعدين هو دلوقتي احنا في عصر الاحتراف، هو دلوقتي برضه ماسك فرقه النادي الاهلي، النادي الاهلي مدياله قيمته طبعا كمدرب عالي على طبعا. مستوى عالي طبعا. موسيماني طبعا هيحاول بقدر الامكان يشيل الضغوط من على لعيبه النادي الاهلي، هيحاول المفروض يعني ان هو يهيئهم من الناحيه النفسيه، ان هو دايما يشوف يعني يخليهم يتفائلوا، يوريهم اديهم فرقه كويسه، نادي عنده تاريخ، دي مش اول مره نلعب في البطوله دي، احنا لا احنا هم لسه لاعبين برضه، خلي بالك قريب أيوة. ست شهور لا ست شهور ايوه طبعا، ولاعب وودر برضه في ضغوط، كان برضه لعبه طبعا ضد نادي الزمالك في نهائي السنه اللي فاتت او البطوله اللي فاتت، فالامور والضغوط دي حتى يعتبر بنفس اللعيبه، فاللعيبه برضه واخدين على نفس الضغوط، اللعيبه عارفين قد ايه هم ان شاء الله لما بيرجعوا بالبطوله الناس كلها بتستقبلهم ازاي. طبعا الحاجات دي كلها بتفرق كتير جدا. كيفيه تحقيق التوازن بقى اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، ما بين عدم الذهاب الى التركيز اللي هو يطلعك، وحضرتك فاهم قصدي وفاهم كلامي، اللي يطلعك بره المباراه، وان انت تقلل من اهميه، ازاي يعمل التوازن ده؟ التوازن يخليه موجود زي ما هو شغال بالظبط. ما يعني برضه ما يهولش، ايوه، وما يقللش. أيوة. زي ما هو شغال، ان انا اتكلم كتير واضغط على الفرقه كتير طبعا ده مش كويس، هيخلي الفرقه طبعا تتوتر، يتسرعوا. لا بالعكس، في هدوء زي ما احنا شغالين، النادي الاهلي نادي كبير، نادي الهدوء. نسبه الاستحواذ على فكره في الماتش ده تبقى بنسبه 70 ل 30% النادي الاهلي، يعني الاستحواذ اللي هو دايما باكستر بيسيبه للفريق المنافس. ايوه دايما دايما هي دي 70 30%، بس زي ما حضرتك قلت وتفضلت ان هو ممكن برضه يعني الكونتر اتاك والحاجات دي او الهجمات المرتده. انما بالنسبه لموسيماني انا شايف ان هو شخصيه كويسه جدا، متزنه جدا، هادي. شفته حتى في ماتش المقص اللي فات بعد هدف قفشه قد ايه استقبله وقد ايه قعده وحضنه والحاجات دي. الحاجات دي بتفرق يا كابتن كتير جدا كمدير فني ولاعيب. علاقه اللاعب بالمدرب مهمه جدا جدا. اول حاجه لازم العلاقه تكون مبنيه على الصدق. في بين اللاعب والمدرب او المدرب واللاعب في صدق بين الاثنين، والامور في وضوح علشان يقدر يدي كل حاجه. ده مهم جدا بين الاثنين. الحاجه الثانيه كمان برضو العلاقه الفنيه الانسانيه اللي بين الاثنين. ايوه. مهم جدا عشان اعرف فكر اللاعب واللاعب يعرف فكر، مهم جدا يبقى العلاقه الانسانيه بين اللاعب والمدرب تكون كويسه او جيده. ده مهم، ده انا شفته امبارح، حتى كمان شفت حاجه كمان جميله عجبتني جدا. ايوه. فرحه محمد شريف بهدف ما تلعبش. يعني لما شفته جري كده حوالي هدف جون حلو قوي. جميل جدا. بس قد ايه الفرحه موجوده والروح دي موجوده بين لعيبه النادي الاهلي. هتفرق كتير جدا صدقني. الفرحه ان هم يحبوا بعض دي مهم جدا جدا. وده دايما هتلاقيها في الملعب. فالحاجات دي جدا جدا يعني بص هو عمل ثلاث حاجات. طب لا وبص وشاط كويس جدا. ده هايل. هايل هايل يعني هو شايف محمد شريف الناس فاكره هو اللي جاب الجول، لا ده هو راح لمجدي قفشه علشان يشيله. ايوه. فدي برضو الحاجات الصغيره دي مهمه جدا بين كفريق. هل ده كلام حقيقي يا كابتن ولا احنا مجرد ان احنا قاعدين بنقوله خلاص؟ يعني انت حضرتك مدير فني كبير وشفت ده جوه وبره. هل ده يعني هل اللي احنا بنقوله ده بنبالغ ولا هو ده طبيعي في اي فريق ولا ايه؟ اللي هو الفرحه وان الناس بالعكس الحاجات دي بتفرق يعني طبعا. الناس تقول لك انتوا بتتكلموا اصل بمثاليه زياده عن لا 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 بالعكس. الفريق اصل انت دلوقتي دي لعبه كره قدم، لعبه كره القدم زيها زي الالعاب الجماعيه. ايوه. مهم جدا الحب الفريق، يعني لو ما كانش في روح الفريق مع بعض هتبقى في فجوه. انما لو واحد بيلعب سباحه او بيلعب تنس فدايما تركيزه كله لنفسه، يعني انما انت بتلعب كوره او لعبه جماعيه
فتلاقي مهم جدا مش 11 بس اللي بيلعبوا، لا 18 30. 30 واحد، الجهاز الفني والاداري والطبي والعمال كل دول بيبقوا في مركبه، النادي كله بيبقى على منظومه واحده، كل ما بتوسع المنظومه كل ما بتبقى بتلقى نجاح اكتر. فمهم جدا طبعا سلام، تعظيم سلام، هي دي والله اللي أنا تعظيم سلام لموسيماني بصراحه، يعني عشان لاعب يروح للنادي لمدربه يعمل له كده، تعظيم سلام طبعا، وهو بيبادله نفس التحيه يعني، تمام، حاجه يعني جميله جدا. طب بص اقول لك على حاجه، العلاقه اللي بين الاثنين دول علاقه شفافه بحته بدون اي مجاملات وبدون اي تزوير، أيوه. كلها العلاقه اللي بين الاثنين علاقه لقطه جميله، علاقه انسانيه بين مدرب ولاعب. انا بروح ليسلم عليه بقول له انت مدرب انا بحترمك، انت على هايل، وده بيقول له انت مبدع، جبت جول من الاهداف اللي انا ما بشوفهاش كتير، تحيه سلام لي او تعظيم سلام ليك وتعظيم سلام ليك. والحكام طبعا مبسوطين باللقطه. طبعا لانها لقطه حلوه. ايوه حاجه جميله بصراحه، وان شاء الله نشوف اللقطه دي كمان يوم السبت ان شاء الله. طيب خلينا قبل بس ما نطلع فاصل نروح ل احد اللاعبين ايضا اللي كانوا متواجدين في النادي الاهلي لفتره قصيره ولكنه ادى ما عليه خلال هذه الفتره، وحاليا كابتن نادي مصر المقصه النجم الكبير كابتن هشام محمد. هشام ازيك يا حبيبي؟ تمام، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، اخبارك انت ايه؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن. اولا هارد لك امبارح في مباراه الاهلي والخساره 4-1، شوط اول رائع جدا من مصر المقصه، الشوط الثاني يعني كابتن عظيم لسه كان بيتكلم بيقول ان خبرات النادي الاهلي تفوقت على خبرات مصر المقصة طبعا، وبحيي وكابتن عبد العظيم كابتن محمد عايز يحييك. ربنا يخليك طبعا يا كابتن، وبرحب بحضرتك وبرحب بكابتن عظيمة. ربنا يخليك. والحمد لله يعني مبروك للنادي الاهلي وقدرات لينا، والماتش كان كويس من الفرقتين، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في نهائي افريقيا. ايوه. هما بيمثلوا طبعا مصر وان شاء الله يرجعوا بالبطوله باذن الله. هشام المباراه امبارح الحقيقه انت كنت موجود في الملعب وقت احراز محمد مجدي قفشه الهدف، شفت الهدف الرائع الحقيقه، انا عارف ان انت ما كنتش بتفكر، ولكن حلاوه الهدف تخليك تبص له ازاي؟ هو طبعا الجول، لا الجول حلو طبعا يا كابتن اسلام، وهو كان عنده رؤيه، وهو قفشه السنه دي بصراحه مقدم مستوى كبير. ايوه. وبتمنى له التوفيق ويفضل مكمل على كده، و الله يبقى في مكانه كبيره الفترات اللي جايه احسن من كده كمان يا رب ان شاء الله. شايف بقى المباراه النهائيه ازاي؟ الكل دلوقتي بينتظر او بينظر للمباراه النهائيه للنادي الاهلي امام كايزر تشيفز، شايف المباراه النهائيه دي ازاي في ظل الفريقين 50-50، الاهلي 50 وكايزر تشيفز 50، من وجهه نظرك شايفها ازاي؟ هو اكيد طبعا يا كابتن ماتش كبير ده افريقيا، فا اكيد طبعا الماتش هيبقى صعب على الفريقين وبيبقى ليه حسابات خاصه. بس بتمنى طبعا ان النادي الاهلي يفوز بالبطوله، وهم لعيبه انا شايف ان هم مستعدين كويس، مركزين الفتره اللي فاتت كويس، وفي البطوله الافريقيه كمان شاكلين بشكل كويس قوي. ايوه. فان شاء الله يبقى التوفيق معاهم، وان شاء الله يقدروا يفرحوا كل الشعب المصري باذن الله. ويرجعوا بكاس البطوله ان شاء الله يا رب. هشام معانا النهارده كابتن عظيمه، طبعا كابتن عظيمه كان المدير الفني لنادي مصر المقاصه لغايه مباراه الزمالك، تعامل محمد عبد العظيم مع اللاعبين، لان احنا دايما بنتكلم في الناحيه النفسيه والناحيه والعلاقه الانسانيه وعلاقته كمدير فني مع اللاعبين في مصر المقاصه، وانت كابتن فريق مصر المقاصه طبعا. طبعا انا طبعا كابتن عظيمه مربيني. ايوه. وراجل مرني وان انا 14 سنه. ايوه. وليه فضل كبير عليا طبعا. من مسكنا السنه دي كانت عظيمه على المستوى الفني طبعا، انا مش هقدر عليه ولا اقدر اقيمه لان راجل ما شاء الله عليه يعني، مدرب كبير وعنده خبرات كبيره واسمه كبير. ايوه. لكن على المستوى الاحترافي والانساني والاخلاقي حاجه جميله جدا 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 يا كابتن. ايوه. اتعامل معانا كويس جدا جدا، وقضينا فتره كويسه قوي اللي فاتت. عملنا ماتشات كويسه معايا، واللعيبه كلها كانت مبسوطه في وجوده. وهو بالنسبه لنا كان اخ كبير يعني، كل الناس كانت مرتاحه معاه واحنا بنشتغل بشكل كويس.
بس الظروف اللي حصلت شويه ما ساعدتش الكابتن. ايوه بشكره على الفتره اللي فاتت، انا كمان خاصه يعني على تعامله معايا وعلى دعمه ليا طول. بشكر فضل الناشئين يا كابتن اسلام. ايوه هو كان ليه فضل كبير عليا وعلى كل الجيل اللي معايا. هو راجل علمنا في الاول، كنت عارف كابتن تبقى مرحله انتقاليه شويه، ما 14 سنه دي تبدا تلعب 11 ضد 11. فهو كان ليه فضل علينا كبير، يعني كتير احتراف كبير واحنا لسه في مرحله سنيه صغيره. فانا بنتهز الفرصه النهارده وبشكره على كل حاجه حلوه عملها معايا وعملها مع زمايله، وبشكره على الفتره اللي قضاها معانا مع فريق مصر المقاصه. وكنت عايزينه مدرب كبير، وان شاء الله باذن الله السنه الجايه في الدوري هنشوفه مع فرقه كبيره باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا هشام على وجودك معانا، كابتن هشام محمد كابتن نادي مصر المقاصه ولاعب النادي الاهلي السابق. اعتقد كلام محترم من كابتن النادي المصري. طبعا اولا طبعا انا بشكر هشام على المداخله الجميله دي والكلمات الرائعه. هشام مثال للاعب كره القدم. ايوه كان هو عنده 13 سنه لما مسكت، 14 سنه في النادي الاهلي، هو اصغر سنه، هو مواليد 90. والفرقه الثانيه كانت 89 يعني، بقيه الفرقه كانت 89. هشام كان من اللاعبين المميزين جدا جدا. مش هو بس يعني بصراحه، وشهاب كان 90 برضه، شهاب الدين احمد برضه كان مواليد 90، فكانوا بيلعبوا مع 89، فرقه على مستوى عالي جدا. هشام طول عمره ما شاء الله عليه، هشام لعيب من كل واحد تشوفه لغايه دلوقتي، حتى من بعد ما سبتهم فتره كبيره جدا ورجعت دايما بحاول اطمن عليهم كلهم، فما شاء الله عليهم. هشام دايما بياخد نصيب الاكبر من الكلمات الرائعه بالنسبه لكل المدربين او كل اللاعبين اللي هم بيزاملوه. أيوة. مش في مصر المقاصه بس، كان في النادي الاهلي او في كل الانديه اللي لعب كل الانديه اللي لعب فيها. فهشام ما شاء الله عليه، بقول له بالتوفيق يا هشام، ومتشكرين جدا على الكلمات الرائعه دي، وتحياتي ليك طبعا، وتحياتي للفريق والمجموعه اللي فعلا فرقه كويسه جدا، وان شاء الله بتمنى لهم التوفيق في الفتره اللي جايه. فبقول له الف الف شكر على الكلمات الجميله دي. طب كابتن عظيم، خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا عن مباراه النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم، احنا خلال الثلاث ايام القادمه النهارده وبكره وبعده هيكون دايما كلامنا عن هذه المباراه الهامه جدا، مباراة النادي الأهلي ونادي كايزر تشيفز، بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن عظيمة، حكم من بوروندي هو من سيدير هذه المباراة، حكم واسمه صعب قوي، فانا هقول هكتفي بالاسم الاول، باسيفيك. هو اللي هيدير هذه المباراه لأول مرة، أعتقد أن هو بيدير بالفعل، هو لأول مرة يدير مباراة للنادي الأهلي، وكمان أي مباراة نهائية في أي بطولة قارية، وبالتالي هل ده سيؤثر إيجابا أم سلبا على الفريقين؟ لا، أنا شايف أن هو يعني الحكم دايما، أنا دايما يعني كمدرب ما بشيلش هم الحكام قوي، يعني دايما انا بركز تركيزي كله. ازاي يا كابتن؟ ده بيبقى ليهم دور كبير جدا. دور كبير، بس انا اول حاجه مش عايز اشغل فرقتي بالحكام. تمام. انا اركز يعني بيدي لا بيدي عمرو زي ما بيقولوا يعني. انا عايز اركز في شغلي، انا اللي بدير، انا اللي بشتغل، انا اللي بكسب. الحكام لو في، ما اعتقدش ان في حكم هيلعب نهائي دلوقتي، ممكن يكون متوتر بعض الشيء، انما لو في اي اخطاء هتبقى غالبا بنسبه 99% غير مقصوده، لان هو دلوقتي عايز يثبت وجوده. دلوقتي في كمان يعني في كنترول عليه من ناس كتير جدا، ناس كان في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي، خصوصا ان ده نهائي. فانا يعني بتمنى له التوفيق، ومش عايزين نشغل بالنا بيهم قوي يعني الحاجات دي. دور المهاجمين في هذه المباراه اللي هي كايزر تشيفز، اعتقد هيبقى دور مهاجمي النادي الاهلي يعني. دور صعب جدا في ظل تقارب الخطوط والاجسام القويه والدفاع في كومباكت، اللي هو اسمه الدفاع الكتلة الواحدة او المتقارب، وبالتالي كيف المتقارب. تفكر انت كمدير فني بقى وتحط نفسك مكان موسيماني يعني؟ انا زي ما قلت لك في البدايه ان فرقه كايزر تشيف هتلعب زي ما انجلترا لعبت امبارح. اوكي. مهم جدا جدا ان انا التامين الدفاعي ال 90 دقيقه بالنسبه لي انا كموسيماني. هنتكلم دلوقتي عن التامين الدفاعي، ولكن الناحيه الهجوميه في ظل ما هو انا اقول لحضرتك التقارب الشديد والاجسام الكبيره. ما هو اقول لحضرتك على حاجه، اول حاجه لازم ادرس الفرق اللي هتلاعبني. الفرق دي بتقف كويس ورا
وبتعمل كونتر اتاك كويس. عندهم كاسترو وعندهم نوركوفيتش، الاثنين دول بيعملوا سبرنتات وبيروحوا على الجول. فمهم جدا ان انا يعني ما تغلاش او ما تغليش حاجه زي كده، يعني في ما فيش مغالاه، يعني ان هو يبقى الهجوم الكتير جدا جدا المكثف على حساب الناحيه الدفاعيه. يعني مهم جدا ان انا اعمل استحواذ كويس جدا في نص الملعب، اهدى، احاول العب من على الجناب كتير زي ما احنا شغالين في العرضيات. عندنا مجد قفشه شوت من بره 18. ده ممكن يحصل يا كابتن في ظل التكتل الكبير. أيوة ده بيحاول النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي واخدين على كده، واخدين كل الماتشات المباريات، يعني 90% من مباريات النادي الاهلي في الدوري او في بطوله افريقيا كلهم بيلعبوا ضد دفاع متكتل ضد النادي الاهلي. أيوة. فالنادي الاهلي واخد على كده، ازاي يفتح اللعب وازاي يعمل عرضيات، مهم جدا. ازاي يعمل اللي احنا شفناه الحاجات امبارح اللي احنا شفناها برضو اللي هي تشي باس اللي هم اتعملت خلف المهاجمين، الحاجات دي ممكن تفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. الصبر مهم جدا جدا، الهدوء مهم جدا جدا، استغلال انصاف الفرص. أيوة. مهم جدا جدا. عندنا محمد شريف شغال كويس دلوقتي، عندنا برضو مجد قفشه برضو. بمناسبه محمد شريف، صحيفه جنوب افريكانز الجنوب افريقيه بتتكلم ان محمد شريف نعم مرشحات تقريبا قد يكون المرشح الاول لافضل لاعب داخل افريقيا، يعني طبعا في هذه البطوله اذا النادي الاهلي فاز بهذه البطوله. وبالتالي ده دوافع شخصيه وفرديه مهمه جدا. طبعا جدا جدا. اولا هو لعيب كويس جدا، ثبت وجوده زي ما احنا شفنا ان هو حابب الفرقه والفرقه حباه داخل وسط الفرقه، هداف من طراز رفيع، قدر يثبت وجوده في الفتره الاخيره، طبعا راح اعاره ورجع تاني قدر يثبت وجوده. ده مهم جدا جدا بالنسبه طبعا ليه هو، بالنسبه للنادي الاهلي مستقبلا كمان ان شاء الله. ربنا يعني يديله الصحه كده دايما، ويعني يبعده عن الحاجات المعطله يعني. انما مهم جدا ان هو يركز في شغله زي ما هو شغال، حابب ان هو يجيب اهداف، بيساعد زمايله. وده مهم جدا جدا. الهداف ده عمله نادر. عندنا برضو في كمان احمد ياسر ريان برضو من سيراميكا، عامل من هم دلوقتي 15 برضو طبعا ما شاء الله عليه شغال. فانا شايف دي يعني بتمنى يعني وجهه نظر ممكن السنه الجايه يكون برضو موجود في النادي الاهلي. أيوه. لانه تقريبا طالع اعاره، فهتفرق كتير جدا محمد شريف وياسر، انما احمد ياسر ريان يعني. انما انا عايز اتكلم على شريف، عندنا عنده مباراه مهمه جدا، وان شاء الله رب العالمين ربنا هيوفقه ويجيب لنا جول ولا حاجه كده في الماتش يا رب ان شاء الله. ولكن دور مجدي قفشه واضح جدا في الفرق. طبعا طبعا مجدي لعيب مهم جدا جدا، يعني هو حلقه الوصل بين الناحيه الدفاعيه والهجوميه، او وسط الملعب والناحيه الهجوميه، هو اللي بيوصل الناس. عنده ميزه كمان كويسه الرؤيه، عنده ميزه كمان الابداع، عنده الشوط اللي هو التسديد من خارج بره خارج ال 18. أيوه. الحاجات دي كلها بتديله صفه كويسه جدا جدا، وبتديله قيمه كويسه جدا جدا في الفرقه. ايوه بنتمنى له برضو التوفيق. وجاب جول على فكره طبعا شفناه من شويه، جاب جول امبارح هدف يعني علامه هي النظره بتاعته. بص يا كابتن انا يعني هو طبعا في ضغط وخدها، بص البصه دي لو جابوها من قريب يعني يعني الاعاده الثانيه هتبان قوي. بص النظره هي الجول. بص وجهه نظري لا انا شايف طبعا هو تشوف لما ضغط على هشام هنا في الكره دي هو كان شايف محمود حمدي خارج ال 18 يعني قبل ما ياخد الكره خالص. لا بص يعني يا كابتن لما تيجي دلوقتي كان محضر بدري يعني هو مش دلوقتي، هو كان محضر بدري جدا يعني. شوف دلوقتي هو شايف دلوقتي هو كده مش باين يعني كده، لا وهو بيجري من نص الملعب عارف ان في محمود حمدي خارج ال 18 دلوقتي اتاكد ان هو خارج فعلا ال 18. لا في لقطه بعد دي يا سمير. ايوه دي باين فيها النظره. ايوه هنا لا في لقطه ثانيه. لا هو هو طبعا الاعاده اعتقد. شوف هو دايما اللاعب دايما يبقى عنده يعني ايوه في لاعب دايما بيبقى محضر مش محضر قبلها بثانيه، اللي هو الارتجال السريع. في ارتجال طويل برضو يعني مش ارتجال او تحضير 4 أو 5 ثواني زياده. اوكي بمعنى ان هو شايف طول الماتش ان محمود حمدي خارج ال 18. اوكي يعني هو شايف من زمان من بص زمان بص يا كابتن من زمان. أيوة دي طبعا دي من زمان شايف. بص دي يا كابتن بص ارجع لي ثانيه بالظبط الثانيه اللي فات. بص يا كابتن كمل بقى. بص هو الكره وعمل بص البصه. ايوه بس هو عارف ان بس هو برافو عليك. هو ليه بص؟ انا اقول لحضرتك عشان شايف ليه بص على محمد عشان كلام حضرتك. تمام ان هو شايف عارف حوالي خمس شايف الماتش، شايف هو قاري الماتش، عايش جوه الماتش. في مش عارف كده معلش بتاعت انا في جول انا جابه اللي هو مع المطابع الصومالي مع النادي الاهلي. الفرقه دي انا عارف ان هم حتى ممكن تجيبوه دلوقتي اللي هو كان موجود. انا شايف ان الفرقه دي بتلعب على الاوفسايد على طول. اوكي
من اول لما لعبنا بروح على الاوفسايد على طول، فمحضر امتى هتجي لي الفرصه ان انا اضرب الاوفسايد واروح اجيب جول، عشان اروح اجيب جول، عشان اروح اجيب جول. سبحان الله طول الماتش انت محضر، محضر لغايه لما جات لي ورحت تك 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 تك. هو نفس الكلام مجدي قفشه شايف ان حمدي على طول بره بره 18. ايوه ده كله بقى يعني انا دي متاكد قديم شويه، دي قديم دي طبعا. شوف ضربت كل الناس لان عارف ان الفرقه بتلعب على الاوفسايد، بتعلمها طبعا الحاجات دي كلها خدناها طبعا واحنا صغيرين طبعا، ازاي تضرب دبل باص مع واحد توصله تعمل شيب تطلع تروح بيها لوحدك. فهنا مجدي قفشه عارف ان محمود حمدي بره، فهو كان بيتمنى يا سلام لو تكون الكوره دلوقتي مثلا هو بره فجات له بص لقى بره فعلا. محضر يعني هو محضر الشغل بتاعه، فده مهم جدا جدا. عشان كده بقول لك اللاعب اللي عنده رؤيه يعني قليل جدا تلاقيه. لا دي يعني انا قصدي يعني مش قصدي اقول ان احنا نجيبها تاني يعني، انما انا عايز اقول لك كلاعب كوره ازاي حاسس برضو عندك الاحساس برضو بتاع من الاول انت شايف، واما تكون مدرب كمان يبقى عندك الاحساس اللاعب ازاي حاسس بيه. عشان كده بيبقى في دايما العلاقه يعني مثلا موسيماني عمل له كده يعني كان حاسس بيه، انت عملت حاجه كويسه، انت عندك رؤيه، الحاجات دي كلها بتلعب دور كبير جدا. تمام، احنا دلوقتي بمناسبه الاهداف القديمه خلينا نتكلم شويه عن الذكريات ومحمد عبد العظيم وذكرياته وبدايه احترافه في المانيا. في جون برضو احنا جايبينه لك يعني مفاجاه كده، خلينا نشوف الهدف ده شباب ونرجع نكمل. النهارده كلها مفاجات ما شاء الله يعني. طيب لغايه لما تجيبوا لنا الهدف، لانه الحقيقه يا كابتن رحله كفاح ورحله كبيره جدا في اوروبا، وعصرت اعتقد لاعبين كبار في الوقت ده. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا، بالنسبه لاوروبا بدايتك في اوروبا. طبعا رحت المانيا طبعا، لعبت مباريات كويسه جدا طبعا مع النادي الاهلي في الاول، وبعد كده لما رحت اوروبا رحت المانيا كان في البوندس ليجا طبعا الحمد لله، تعاملت طبعا مع مدرسه قويه واخدين كاس عالم، يعني كانت في برضو في 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 نقله. ده الهدف اللي احنا يا كابتن بص ده يانس ليمن طبعا الحارس الاشهر للارسنال، ده مش ليمن اللي جايه صح اللي جايه دي هنا كنت في هومبورج كنت مايو، وكان الدوري الالماني بس انت ما شاء الله جايبين الجوان دي منين يعني؟ امال ايه يا كابتن احنا برضه شغل عالي برضه ما شاء الله عليه طبعا الكواليتي طبعا تبقى محتاجه. لا بالعكس ده حاجه جميله جدا، انا سعيد جدا. سنه كام دي يا كابتن؟ دي هقول لك دي لما رجعت من كوريا سنه 97. ياه يعني سنه 97 ما شاء الله عليكم يعني حاجه كويسه جدا، بشكر بجد يعني. الفتره دي يا كابتن كنت يعني بتشوف نفسك في الدوري الالماني ازاي والامور كانت ماشيه ازاي؟ دي بتاعت ليمن في الشركه، دي بتاعت ليمن بقى. دي بتاعت الشركه، دي في ليمن، دي طبعا كان حوالي 70,000 متفرج في شالكه. كان ماتش شالكه فريق كبير طبعا في المانيا. يمكن انا الوحيد اللي كنا بنلعب في شالكه، يمكن انا الوحيد اللي كنت يعني فرحان بالهدف، اللي كنت بحتفل بالهدف انا وفرقتي بس. انما قبل كده كان جات لهم زي صدمه كده. فيعني الحمد لله رب العالمين قدرنا برضه ان احنا يعني نكافح يعني ونرفع اسم مصر عادي الحمد لله. طيب احنا عاملين لحضرتك مفاجاه بسيطه جدا، خلينا نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع كابتن عظيم. Hallo Mohamed, hier ist dein ehemaliger Mitspieler, 30 Jahre ist es her, Achim Weber. Du erinnerst dich sicherlich noch, Fortuna Köln war eine richtig schöne Zeit. Wir waren beide jung, brauchten noch das Geld. Ich habe gehört, dass du jetzt als Trainer deine Karriere weiterentwickelst in Ägypten in der ersten Liga. Da wünsche ich dir unheimlich viel Erfolg. Mit deiner sympathischen Art wirst du sicherlich auch die Sympathien der Zuschauer recht schnell erhalten. Und mit deiner fußballerischen Begabung als feiner Techniker wirst du sicherlich auch die richtige Taktik für deine Mannschaft finden. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und vor allem bleib gesund. Dir nur das Beste, Grüße aus Deutschland. Und ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann lese, dass du vielleicht sogar Nationaltrainer Ägyptens wirst. Ich glaube, die Voraussetzungen sind hervorragend. Ich wünsche dir dafür alles Gute, viel Erfolg. Lieben Gruß aus Deutschland, aus Düsseldorf, von deinem ehemaligen Mannschaftskollegen Achim.
بس دهين تشيس. ده مفاجأة جميلة جدا في صراحة أخي فيبر. برضو مواليد 68 بس هو شكله أكبر منك يا كابتن. هو يعني أكبر شوية. لا هو على فكرة في سنة بس هو تقريبا يعني بيجري كتير يعني. المهم يعني أخي فيبر كان من اللعيبة الهدافين وكويسين جدا جدا أشول. أيوه. كنت دايما في بينه وبينه كان تفاهم كبير جدا. كنت دايما كنت بلعب نمرة 10 دايما وهو دايما كان من كان بيلعب مهاجم. كنا بنلعب ساعتها 3-5-2 دايما. في لاعب اسمه هولجا فريتس وهو فدايما هو ناحيه الشمال بعملها له دايما تشيب. كان بيروح بيجيب بيخلص. كان لسه طبعا متعطش كان لسه 22 سنه. بعد كده لعب في دوسلدورف لعب فرق كبيره جدا ما شاء الله عليه. بس كان لعيب كويس جدا. غير كده انا سعيد جدا طبعا بالمفاجاه دي ان اخي فيبر كان برضو يعتبر من اللي هو زي ما تقول كده بالمصري القريبين القريبين او الانتيم بتاع في الفرقه. هو في طبعا وانزل بايتسيت ده كان لعيب تركي برضو موجود. كنا متفاهمين جدا جدا لان احنا كنا برضو نعتبر بتتواصلوا يعني مع بعض يا كابتن المجموعه دي ولا يعني انا اخي بقى لي فتره ما شفتوش. انما في مجموعه تانية دايما بتواصل معها على طول. بنشوف بعض على طول. وبعد كده دايما انت عارف مجال كره القدم يعني ضيق. أيوه. ودايما بنشوف بعض على طول ودي حاجه كويسه جدا برضو في لعبه كره القدم ان دايما بتجمعنا يعني. طيب خلينا نشوف المفاجاه الثانيه ونرجع نكمل. Lieber Mohamed, ich gratuliere dir und wünsche dir alles, alles Gute auf deinem großen Weg mit einem der tollsten und besten Clubs Ägyptens mal durchzustarten. Du hast eine Menge gelernt, du weißt, wie es funktioniert, du warst ein toller Fußballer und jetzt kannst du allen beweisen, dass du noch ein viel besserer Trainer bist. Ich denke an dich und drücke dir aus der Entfernung in Deutschland ganz fest meine Daumen und werde es ab jetzt ganz, ganz doll verfolgen. Lass es dir gut gehen. ده فيلي كرونرد كان بيلعب ظهير يمين كان سريع جدا رايح جاي رايح جاي. طيب. هو الماني والده الماني ووالدته روسيه. هو حاليا شغال مدير التسويق في في في, في موسكو يعني في فرقه كبيره لوكوموتيف موسكو. طيب يعني مفاجأتين حاولنا على قد ما نقدر. جميلة جدا. لا بالعكس ده انتوا رجعتوني حاجات كتير جدا وده دليل على ان يعني فعلا احترافية والبيت الكبير فعلا اللي هو قدر يحتوينا كلنا دلوقتي ويحتويني انا شخصيا. ايوه. واكيد المفاجآت دي كلها بتسعدني وبتسعد اكيد يعني الناس كل الناس اللي يا رب يعني دايما. لا هايلين ما شاء الله عليكم شاكرين جدا بجد يعني ربنا يخليك. خلينا نطلع فاصل وفاصل اخير ونرجع نكمل مع كابتن عظيم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عظيمه اعتقد ان فتره ولعبك في اولسن الكوري اعتقد ان دي فتره مهمه جدا في حياتك برضو. اولسن طبعا اولسن قرار جريء يعني جدا كوريا. اولا طبعا انا كنت بلعب في شتاير في النمسا وبعدين كانت في مباراه وديه بين نادي اولسن الكوري اللي هو هونداي اللي هي الشركه بتاعته الراعيه دي هونداي الكوري شركه هونداي الكوريه من اكبر الشركات طبعا في العالم. فكانوا بيعملوا فتره اعداد عندنا في النمسا فلعبنا مباراه وديه. المدرب اعجب بيا يعني فعرضوا ان هم يعني يشتروني يعني او اروح انتقل. أيوه. الى اولسن يعني هناك. فكان القرار بالنسبه لي صعب جدا انما فكرت فيها كويس وقلت ليه لا يعني انا دايما بحب المغامرات وبحب وجريء شويه في القرارات دي قلت ليه لا وفعلا رحت هناك ويعني وخدنا البطوله لاول مره في تاريخ اولسان الكوري. ايوه. هم كانوا خدوا قبل كده كؤوس انما ما خدوش الدوري انما دايما ربنا كرمنا يعني وخدنا البطوله هناك. صوره جميله جدا طبعا. خدنا البطوله هناك وطبعا يعني برده كان في حاجه كويسه جدا ان هي بنتي الكبيره الانسه صحرا برده اتولدت هناك. وعندي يارا برده وعندي احمد. ايوه ربنا يخليهم ربنا يخليك يعني. فالاسره بقى والمدام يعني جت هناك وتعبت معايا هناك طبعا قعدنا سنه هناك في كوريا صعبه جدا جدا مختلفة. والامور مختلفه وهم كانوا في تركيز زياده عن اللزوم في الفتره دي بالنسبه للنادي اولسان الكوري كان نفسه ياخد بطوله الدوري وخدها او خدنا بس كنا دايما في معسكرات بنسافر على طول لعبنا برضه في بطوله اسيا ثالث او رابع اعتقد ثالث اسيا لعبنا في الرياض خدنا ثالث اسيا
كان في معسكرات على طول. فيعني انا بشكر من خلالكم يعني ومن خلال البيت الكبير يعني المدام طبعا على على الفتره الكبيره اللي هي طبعا مقديها معايا انا حتى برضه في شغل لغايه دلوقتي بكون هنا او هنا او هنا او هنا. فهي طبعا يعني ربنا يديها الصحه طبعا وامر وقايمه بكل الامور طبعا الاسريه طبعا. فبنشكرها يعني وبنشكر طبعا البنات وكل الناس. ربنا يخليهم لك يا رب يا كابتن. ايضا اليويفا برو اعتقد ان دي اعلى شهاده ممكن يحصل عليها مدير فني. حضرتك حصلت على موسيماني اعتقد كمان معاه الشهاده دي. انا خدت البرو سنه 2007 لا 2006 يعني خدنا 2006 كلها من شهر 4/2006 حتى خدنا فيها كنت في المانيا. ومن حسن الحظ ان كان توماس توخيل وتوخيل من حسن الحظ كمان كانت كاس العالم بتتلعب في المانيا. هنا توخيل توخيل طبعا في مجموعه الفني الحالي بطل اوروبا بطل اوروبا واللابادية موجود جنبه والناس دي كلها طبعا على مستوى عالي فوق كمان. البدل كانت شاكه قوي الصراحه. لا طبعا اشتك ناس في طبعا اشتك ناس في اوروبا. لا انا عايز اقول لك يعني الصوره دي مجموعه كبيره جدا من الناس اللي موجودين. في كمان طبعا كان في اللي هي مدربه المانيا اللي هي الموجوده اللي فوق دي على السيده دي مسكت مدربه المانيا. وفي واحده كمان قاعده في النص ماسكه برضه مدربه يعني في نجاحات كتير. في اسف ساريتش ماسك برضه فرقه كويسه. ناس مجموعه كبيره جدا وانا سعيد جدا ان انا برضه شفتهم. في طبعا على اليمين فوق تاني واحد اللي هو الراجل الكبير اللي اسمه ايريش روتا مولر. ايريش روتا مولر ده صديق عزيز بعد طبعا الحاجات دي. طبعا ايريش روتا مولر اللي هو كان في الفتره دي اللي هو المسؤول عن البروفيشنال ليفل في المانيا. اوكي. وبعد وبعد الدراسه دي جبته برضه صادفته عندنا في النادي الاهلي هنا برضه. جه برضه ادى محاضرات برضه لقطاع الناشئين. كان صديق جدا يعني يعتبر بدون مقابل. الراجل جاي كده حبا للنادي الاهلي واللي هي طبعا الصداقه اللي تربطني بيه صداقه كبيره جدا. يعني مجموعه يعني هايله جدا طبعا ما شاء الله عليهم كلهم. وكفايه مع حضرتك برضه بطل اوروبا دلوقتي يعني توماس توخيل. وفي توخيل طبعا شخصيه طبعا طول عمره كان مجتهد مدرب على مستوى عالي. في كمان بيتر لينس اللي هو ثالث واحد من في النص ده اللي هو جنبي ثالث واحد ده المساعد بتاعه على فكره. المساعد بتاع توخيل بيتر ده مساعد معاه موجود معاه بقاله بتاع 20 سنه. من زمان يعني لما كان ماسك في الناشئين في ماينز. فعاملين شغل كويس الاثنين مع بعض. في لاباديه ماسك هامبورغ ماسك كان لعيب برضه لاباديه. يعني في مجموعه كبيره جدا كويسين جدا. البروفيشنال ليفل طبعا انا بتمنى طبعا انها تكون متواجده يعني موجود من 40 سنه موجوده في المانيا. بدا دلوقتي بقاله حوالي 10 سنين في اسيا. للاسف لسه مش متواجد لغايه دلوقتي في مصر. فانا يعني انا بناشد طبعا الناس في اتحاد الكوره وسكانه المصريه او الافريقيه ان هم يثقلوا مدربين اللي انا شايف ان هم خامات ممتازه جدا 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 بانهم ياخدوا البروفيشنال ليفل او تتعامل هنا موجوده في مصر. هتفرق كتير جدا 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 تفرق جدا جدا في التعامل كفايه حتى في العالم كله. يعني بيحق لي كمان امسك منتخب المانيا منتخب اي منتخب في العالم يعني الحمد لله فضل الله عليا. طبعا ما جاش طبعا بسهوله. انا خدت طبعا السي والبي والاي هناك من المانيا. يمكن السي عفوني منها لان انا اشتغلت اكتر لعبت اكتر من 8 سنين محترف. واخد بكالوريوس تربيه رياضيه الحاجات دي كلها لعبت منتخب مصر الحاجات دي كلها ساعدتني ان هم يعفوني من السي. وخدت البي على طول وبعد كده الاي وبعد كده الحمد لله البروفيشنال ليفل. بنحاضر طبعا في الاتحاد الالماني موجودين في بنحاضر طبعا في بعض الدول العربيه. بس انا ما بستهواش قوي بصراحه يعني انما طبعا لو اكون واحد قاعد فاضي فليه لا يعني. انت بتستهوى دايما الملعب. الملعب انا يعني انا بحب التدريب بحب الملعب بحب العلاقه المباشره بحب الشغل بالضغوط الادرينالين الحاجات دي كلها الابداع. طبعا بنقدر كل المحاضرين اللي موجودين اللي هم في هيئه التدريس طبعا. انما انا ما بستهواش قوي يعني. ما كل واحد قوي يعني وحبه للمهنه بتاعته. فطبعا اكيد يعني حاجه كويسه زي كده المفروض موسيماني طبعا طالما واخد البروفيشنال ليفل اكيد طبعا مش موجوده في افريقيا. لو واخدها يكون من خارج افريقيا يعني ممكن يكون انجلاند انجلترا يعني او اي حاجه تاني. انما اكيد هتساعده كتير وساعدته كتير جدا وان شاء الله التعامل وكل شيء طبعا يعني. حاجات كتير جدا زي التعامل مع الميديا مع اللاعب علم النفس يعني بروفيشنال بيخليك بروفيشنال بجد.
طيب في النمسا كانوا بيطلقوا عليك لقب. ايه اللي هو الرادار اوجه. اوجه يعني العين. ورادار اللي هو الرادار اللي هو العين الرادار. العين الرادار عشان الاهداف دي. انا مع شتاير جبت لعبت معاهم جبت 5 اهداف كلهم ضربات ثابته. يعني من رابيد فيينا دي كلها في ملعبنا رابيد فيينا. يعني كانت كانت مهمه جدا. اوستريا فيينا مش رابيد فيينا. لا دي رابيد في اثنين في رابيد فيين واوستريا فيين او فيينا يعني. فده كان في رابيد دي تقريبا دي تقريبا لو دخلت من تحت تبقى رابيد. لان انا عارف انهم كانوا دايما بينطوا فقلت احطها من تحت. اللي هي الدراسه بقى اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها. انا كنت انا بشوف احنا طبعا انا عارف ان هم دايما الفرقه عشان شوف هو حوالي 90% من الكره زي كده بتجي لي كان الناس دايما بتقول لك يعني 90% هدف يعني يعتبر ضربه كان هم اللي بيقولوا يعني زي تعتبر ضربه جزاء طالما جت. فدايما كانت الفرق بتحاول بقدر الامكان يعني بتعمل حيطه كويس جدا وتستعد لها كويس. فالماتش ده شفت كان دايما هما بينطوا حطيتها من تحت الجول يعني فوجت سبحان الله يعني. فكان توفيق من عند ربنا وكلمه رادار اوجن يعني العين الرادار. تمام في النمسا فعلا. كابتن يعني طبعا شرفتنا ونورتنا ولكن اخيرا لو حضرتك عايز تبعت رساله لجمهور الاهلي للاعيبه الاهلي قبل النهائي الافريقي تقول لهم ايه؟ طبعا بقول لجمهور النادي الاهلي اولا ان شاء الله رب العالمين نفرح بالعشره. ايوه ودايما انتوا متواجدين في المحافل الكبيره وان شاء الله رب العالمين يعني العشرة مهمه جدا بالنسبه لنا وانا شايف انها تكون موجوده معانا وهنفرح وده اللي بجمهور النادي الاهلي. فرقه النادي الاهلي بقول لهم طبعا انتوا لعيبه على مستوى عالي لاعبين عندكم الخبرات عندكم هدف ان هو البطوله دي كل واحد ان شاء الله بيحقق البطوله دي بيعمل تاريخ لنفسه ولناديه والجمهور ولبلده. استعدوا كويس يعني برضو خلوا فيه هدوء مش عايزين يبقى فيه ضغوط عليكم. لا بالعكس اتعاملوا مع الموضوع زي ما بتتعاملوا مع جميع المباريات ما فيش تهاون. خدوا الامور بجديه وان شاء الله رب العالمين ترجعوا لنا بالعشره ان شاء الله رب العالمين. يا رب. انا بشكرك جدا يا كابتن على وجودك معانا وتاجيلك السفر عشان تسافر بكره لاولادك ان شاء الله توصل بالسلامه. ويعني بنشكرك جدا على وجودك معانا وعلى تاجيلك سفر. ربنا يخليك يا كابتن اسلام وكنت سعيد طبعا ان انا كنت موجود معاك النهارده في البيت الكبير اللي هو بيحتوينا كلنا وبالتوفيق ان شاء الله ربنا. ربنا يخليك. انا بشكر حضرتك جدا طبعا بنشكر الكابتن محمد عبد العظيم على وجوده معانا النهارده وبكره ان شاء الله هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره. ما تنسوش احنا كل يوم حد وثلاث واربع بنكون معاكم الساعه 10 يوم الاثنين بس الساعه 11 فبكره ان شاء الله هكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 10 انتظرونا ومفاجآت في البيت الكبير بيت كل الاهلاويه. اشكركم وانتظرونا غدا ان شاء الله.